الشوط الرابع واللقاء ما بين النادي الأهلي وقرطاج التونسي. إرسال قوي واستقبال وكرة بتترفع وكرة ضاعت من أمينة منصور لتنهي الشوط الرابع 25-19 25-21 25-15 25-11. مشاهدينا ألف ألف مبروك للنادي الأهلي فوزه في بطولة أفريقيا وتتويجه بالنجمة العاشرة. بنقول ألف ألف مبروك ومزيد من التقدم إن شاء الله. شكرا. والاستوديو التحليلي الكابتن خالد العوضي وكباتن مصر الكابتن إيجا حمدي والكابتن سارة والكابتن يوسف. شكرا وإلى اللقاء.